مشاهدينا الكرام من مدينة عدن من 90 مول معانا بريض الحظ واخترنا ثلاث عائلات ممكن تعرفنا. صفاء سالم بشار. دكتور وفي الحبيشي. محمد عبد الكريم. أميمن. رحمة ناصر. مصطفى حجين. تحية للثلاث العوائل، تحية معنا. طبعا عارفين بريد الحظ معنا ثلاثة ظروف في ظرفين في يوم كرت أحمر كارد معنا كارت الاستمرارية. يلا كل واحد اختار. ولا تفتح لا تفتحوا شو هذا ما نفتح نحن علينا الفتح وانتوا عليكم غلبوا. نبدأ من وين؟ نبدأ ايش توقع يطلع لك؟ اتوقع كرت احمر شي طبيعي. ايش ذا الشعب اللي مش متفائل؟ من اول كرت احمر اتوقع يعني. طيب ربي اعطاك على نياتك كرت احمر بس ما بتخرجش معنا فاضيه معك هنا مبلغ 10000 ريال. يلا تحيه للاخت رحمه ناصر. ايوه ايش توقع يا دكتور؟ ان شاء الله اخضر. للاسف الشديد مبلغ 10000 جائزه ترضيه. تفضل. شكرا لمشاركتك يا دكتور. الف شكرا. الله يحفظك ويعافيك. اذا الاخير بينتقل معانا للمرحله الثانيه. خاف يطلع الاحمر. لا كرت استمر ومبروك عليك. تحيه يا شباب. إذا الأخ محمد عبد الكريم بيستمر معنا في المرحلة الثانية، تابعونا. مشاهدينا الكرام، وصل معنا من المرحلة النهائية الأخ محمد عبد الكريم. أخي محمد نبدأ بالصناديق، معك 36 صندوق تختار خمسة. أسلمك لعند أخي رشاد قاسم. يعني أبدأ أختار؟ أيوه أبدأ أختار. كيف العشوائي يعني؟ لا هب لك كتالوج. خذها شوي. اختار 23 مثلا. 23 ما حلوش معانا. خير ايش في؟ حنش ما اقدر اقول. راضي باللي حصل؟ يطلع اللي يطلع. اكيد قضوا حظ راضي. يا سلام. ايش باقي؟ فارغ. شوف انا كيف اكسبك. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة 19 20000 ريال مبروك عليك. 20. اختار صندوق. اختار تشاور معهم. تشاورت معهم. اختاري. ايوه يلا اختار. خلاص ايش خلاص اختار خلي توديك. سبعة نمشي بعد. سبعة ورا كل رجل عظيم امرأة. ورا كل رجل عظيم امرأة. طيب ما نشوف العظيم. اشتلك ما سبعتناش. زبادي ليش؟ ايش فيه؟ طلع حقين. يا سلام خلاص. كم ايه؟ قليلة يا توس. كم؟ 10 10 10000 ريال مبروك عليك الجائزة. بتنسحب ولا بتواصل؟ لا اكيد بنواصل ماشي انسحاب. مش كله بيس يعني في خسارة في عقوبات وكذا. يلا قضوا واحد والحظ دق دق. يلا باقي لك ثلاثة صناديق اختار واحد. انسحب. ايش تنصح انه ينسحب؟ واصل انسحب. واصل هادي على كرت انسحب حق المبلغ. والله انا بعدك يا شباب. طب نقول 18 مثلا. 18 يلا افتح. 18 ما في ابو تل تدعي له يا مصلح. كرت لحظه للاستمرار سمعنا صوتك. لا بليز. يلا بنسيب موضوع الغنى والصوت. ايوه
بندخل بالخيط فوق له، لانه بنحصل الحظ. انا واجيت لقيتك بتمشي مع العائله، ايوه بنحصل الحظ انك جبت معي شنطه وفيها البطاطا كذا. من لابس ايش صوته ولا شو خفه اليد؟ خفه اليد يدل على العيال الجمهور. يلا بسم الله. طيب بسم الله. طيب ركز معي هنا كذا حاجه بسيط، وبعدين عاد باقي معي حاجات كثيره. يلا طيب ها. طيب شوفوا. طبعا هنا معانا بلعه لي، تمام؟ انا باخذ هذا الربل داخل هذا، تمام؟ مستحيل انه يخرج، انه مقفل من جميع النواحي، صح؟ انا بسوي كذا ها. طبعا لحظه تعال تعال هنا، تعال هنا. ايوه شوف بنفسي، شوف بعينك. طبعا هذا الربل ايوه مقفل من جميع النواحي، مستحيل انه يخرج، مقفل تمام. بسوي كذا ها. حلوه، تحيو حيو يا شباب، حيو. يلا برجع لك، افتح صندوق برجع لك. اوف كم باقي معك صناديق؟ باقي اثنين. اثنين 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 اثنين. ما تغيرش. اثنين. $100. ايش؟ كرت. كرت. للاستمرار نفذ عقوبة المذيع. يلا عندنا مشهد من حقك. يلا مشهد. 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 بس أقوى من ذا. أقوى من الربل. آه. أيوة. مزيك. خليني أطير. طيب طيب. لحظة لحظة. هذا به مشاركة من الفضاء. ده من عندك المشهد. لا لا. لحظة لحظة لحظة. اقدر انا امشي زيك؟ لا لا يا خالد قرب. والله موهبه رهيبه. قرب قرب يا خالد بدالي. لا لا ما عاد جرب، انا جرب ترى ما عاد. اقرب انا ادعو لك. صفه لا 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 يا قاسم بالتمثيل مسك عادي عرق. خالد خالد يلا الله حيو خالد. خالد 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 ايش مسك انا؟ باقي لك حاجة؟ لحظة انت مسك مسك بالقلاب ورب الكعبة يا خالد. بلا شو ما فيهاش بس هذا تعال امسك. لا كيف امشي؟ تعال امسكه تعال امسكه ما يقوم يفتقش. انا شيله شيله وين شيله لحظه 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 تعس برود. هاي الحلاوة أنا كنا 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 تشجيع مواهب وأنت موهبة جميلة، تفضل هذه جائزتك. يا الله ما شاء الله. خلاص الأقل جائزة فلت العكاز. تاخذه بيمشي رجل. دحين هذه العقوبة على أساس أي وحش يا أدخل ركز. طبعا هنا كروت عادية جدا، تمام؟ ما فيش أي كرت مكرر. يا سلام. تمام. ست اختار كذا أي كرت بشكل عشوائي، شوفوا لحالك، وقع عليه. وقع. وري الكاميرا. بالله عليك. يلا خلاص. يلا. خلاص جيب الكرت. ما هذا الكرت. نحن الآن بنخربط الكروت، كلهم مخربطين، بنشوف من فوق لتحت في كل مكان. طيب أنت الآن حافظ تحت الكرت صح؟ أيوه بالشكل واللون. نعم. طيب أنا بشوف الكرت مني عشوائي على الكاميرا، شوف تمام؟ أيوه. هل هذا كرتك اللي أنت اخترته؟ لا أكيد لا، ما فيش أي توقيع ولا أي كرت. أيوه. هذا كرتك ولا لا؟ مش كرتك. لا. طيب افتح لي يدك كذا. طيب شوف واحد ثاني يقول يمسك المايك. طيب أنا بشوف هذا اللي قراني بطلعه لك من فوق، وهذه قفل عليها. طب الكرت اللي انت اخترته حافظ له، ايش كذا بتخيله بقلبك؟ ايه اتخيلته. الان ايش تسمي على الجمهور وايش الكرت اللي انت اخترته؟ ولد.
ولد ايش من لون؟ اسود. مع التوقيع؟ مع التوقيع. وهذه اللي معك بنت احمد صح؟ ايوه. وانت اللي اخترت ولد؟ ايوه. افتحي بشكل هدوء وري الكاميرا. صح والله. كيف عمل يا قاسم؟ ايش دخل قاسم؟ بنت رقعت ولد. تحية يا شباب، تحية تحية. حلو حلو حلو. اختار صندوق الأخير معك. 13 13 13 13 13 13 13. لا زيك بس حير داخل دولارات. يا سلام. ها طلع زي 10,000. تحيوا الجماعة بساطين بحق ال 15,000 ريال. 15. أخ محمد كان معنا. أخي محمد فتح 5 صناديق، طلع لك كم؟ والله ما أدري، ما حسبتش. ها 45,000 ريال. مبروك عليك الجائزة. الله يبارك فيك. وقليل في حقك، ونهنيك على الموهبة هذا، استمر فيها. وباب تسلية الناس حاجة حلوة حلوة. شكرا لك.